رايق على الساحل، على ساحل البحر الأحمر. خضنا عشانه معارك دارية، مفاوضات وتحكيم وخرائط وحيل وتلاعب وتهرب. معركة ما استخدمناش فيها سلاح ولا قنابل، إنما استخدمنا فيه وطنيتنا، استخدمنا فيه كفاءتنا، استخدمنا فيه إخلاصنا. لجنة عملت تقرير ومرافعات ودخلت محاكمة بأوراق ما تخرش المية. الحقيقة إنه اللجنة دي كان عندها قناعة واحدة بس، إنه مفيش ربع متر ولا ذرة تراب من المنطقة دي عدونا يتحصل عليها بدون حق. أرضنا لآخر سنتي هناخدها، لحد آخر علامة من الترسيم اللي حصل في بدايات أو من أكتر من قرن مضى هي اللي هناخدها. مفيش تنازل، مفيش تفاوض، مفيش أصل العلامة اتكسرت، مفيش أصل الترسيم ما كانش مظبوط، ودي كلها ادعاءات العدو. إحنا معالجنا كرمت بعد 25 سنة من التجاهل. لجنة قالت إنه الحكاية مش حكاية 1000 متر كيلو زيادة، دي حكاية وطن لما يستأمن عليه مجموعة تقرر أن تسترجع 1000 متر، إنها بالنسبة لها 1000 متر سيادة. مع اقتراب اكتمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بموجب اتفاقية كامب ديفيد، وبعد جلاء الإسرائيليين وهم صاغرين عن معظم المواقع المصرية، بدأت إسرائيل كعادتها في المماطلة. في أواخر سنة 82 بدأت مناورات جديدة لإسرائيل بادعائها أن طابة تقع داخل حدودها، وطالبت مصر بالتنازل عنها. القيادة المصرية رفضت تماماً. وأعلن للعالم عن وجود خلافات جذرية بين مصر وإسرائيل على النقاط الحدودية في طابة. صحيح أن الحق كان معنا، لكن على الأرض هذه المنطقة محتلة من إسرائيل لسنوات طويلة. إسرائيل غيرت في ملامح المكان وبنت منشآت وطرق، وغيرت في العلامات الحدودية لمصر. إسرائيل كانت ترغب في حل الخلاف عن طريق التوفيق، ولكن مصر أصرت على التحكيم. هو الطريق الأصعب، ولكن لا يوجد به تنازلات. كلف السفير نبيل العربي آنذاك بتكوين لجنة قومية لاسترداد طابة، نظراً لكفاءته الدولية والقانونية والدبلوماسية وصلابته في التفاوض. اللجنة عملت على عدة مستويات تاريخية وقانونية وجغرافية وعسكرية، وطاف أعضاء اللجنة العالم، تركيا والسودان وأمريكا ويوغوسلافيا، للحصول على خريطة من هنا وصورة من هناك ووثيقة من تلك الجهة. وعلى مدار 3 سنوات تقريبا هذه اللجنة لم تفوت خبرة سواء مصرية أو عالمية إلا واستعانت بها، والجميع عمل بإخلاص ليس له مثيل. احنا لو تعبنا مع الوفد الاسرائيلي في فندق سونيستا وقتها، وكان رئيس الوفد دكتور نبيل العربي وانا نائب الرئيس، وتعبنا معهم في التفاوض مع الاسرائيليين، مزعج للغايه. يعني يتفق معاك على حاجه وفي الكافي بريك يرجع فيها، وبعدين بيستهتر بينا، وبعدين يهددنا في الكافي بريك يقول لنا انت مش عايزين تدوني كيلومتر، لا هتولي احنا سيدة دي ناخدها في 24 ساعة، يعني تهديد. فاحنا مرينا بمرحلة قاسية جدا،
ولكن العقل المصري والفكر المصري والوطنية المصرية تفوقت والحمد لله. أنا في تقديري أن الشيء اللي بيميز فريق الدفاع عن مصر في قضية طابة هو العمل الجماعي، يعني نجحنا في عمل جماعي أعتقد على مستوى جيد جدا، وده بفضل الجهود اللي بذلت، وبالذات يعني أود أن أسجل أن الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد اللي كان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية حين ذاك إدانا كل الإمكانيات، وبالذات للدكتور نبيل العربي باعتباره هو الممثل الحكومة المصرية في التحكيم. لجنة التحكيم الدولية وقتها كانت مكونة من 3 قضاة دوليين بخلاف المحكمين المصري والإسرائيلي. المحكمين استمروا في الاستماع للمرافعات ودراسة الأدلة ومعاينة المنطقة الحدودية، حيث أصرت اللجنة المصرية على اصطحاب المحكمين الدوليين في طائرات عسكرية وزيارتهم للمواقع الفعلية للعلامات. وحكمت المحكمة حكم دولي تاريخي في سبتمبر 88 بأحقية مصر في طابة. طابة ليست إسرائيلية، ورفع العلم المصري هناك. صحيح أن من رفع العلم هو رئيس الجمهورية آنذاك، ولكن لا يجب أن ينسى الوطن تلك المجموعة التي تفانت للوصول لهذه اللحظة، المجموعة التي لم تكرم لأكثر من ربع قرن. مؤخراً وبعد هذا الزمن الطويل، قرر الرئيس عدلي منصور أن يكرم من تجاهلهم الوطن، أعطى أوسمة ونياشين لأعضاء اللجنة وعلى رأسهم دكتور نبيل العربي، ذلك الدبلوماسي المصري من طراز رفيع الذي خدم في أهم المواقع، رئيساً لمجلس الأمن وقاض مرموق في محكمة العدل الدولية ووزيراً لخارجية مصر، وحالياً أمين عام لجامعة الدول العربية. الملفت أنه بالرغم من كل تلك المناصب التي تقلدها، أن أقرب وأحب المهام إلى قلبه حتى هذه اللحظة هو الدور المحوري الذي كلف به منذ 30 عاماً، استرجاع طابة. وكيل جمهورية مصر العربية في قضية استرداد طابة دكتور نبيل العربي. أولاً مبروك على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى. الطبقة الأولى، ألف مبروك يا دكتور نبيل. الحاجة الثانية أشكر تشريفك لنا في الاستوديو المتواضع، وأنت الذي لا تذهب ولكن يؤتى إليك. أنا كنت سعيد أن أجي، والموضوع مهم ووجودي معك كان مهم يعني. أشكرك دكتور نبيل العربي. أنا كده وأنا من بعيد بقرا الورق، وبعدين لقيت كلمة وكيل جمهورية مصر العربية، قلبي كده دق واتخطف. احكي لي عن اللقب ده في حياتك. أولا اسمحي لي أقول أنه القضاء الدولي بصفة عامة يختلف عن القضاء الداخلي. بمعنى أني أنا جار حضرتك وضايقتك في حاجة تاخديني المحكمة غصبا عني. للأسف شديد في المرحلة الحالية من تطور النظام الدولي المعاصر، القضاء ليس بهذه الطريقة، القضاء الدولي. بمعنى أن لازم تكون في قبول من الدولة حتى يمكن أخذها إلى المحكمة.
بالنسبة لنا في النزاع على طابة، كنا مصر وإسرائيل كانوا مرتبطين بالمادة السابعة من معاهدة السلام اللي بتقول الفقرة الأولى أي نزاع ينشأ بين الأطراف يتم حله بالتفاوض، إذا فشل التفاوض يتم الإلجاء إلى التوفيق أو التحكيم. فالتفاوض فشل، مصر كانت رافضة التوفيق. ليه؟ مش عيب التوفيق ولا حاجة، وبتم الالتجاء إليه في حالات كثيرة، لأن التوفيق يأخذ أمور غير قانونية، يعني ممكن جدا، وده اللي كان يقال من جانب إسرائيل، عاوزين أنتوا 1200 متر اللي عندكم شواطئ كثيرة، إحنا عندنا أولاد صغيرين من إيلات متعودين أنهم يدخلوا يعوموا في المنطقة دي، حاجات من هذا القبيل يعني لا أساس لها، أو أجروا لنا الأرض دي من ضمن الحاجات اللي اتقالت. التحكيم يعني زي تطبيق القانون كما هو وكما تقضي الحالة. فإحنا حاولنا إن إحنا ناخد حاجة، بتقول التفاوض ده في جزء كبير منه شايلني وشايلك، وأنتم مسألة طابق ما كانش فيها أي لا طبعا دي مسألة أرض يعني. يعني حتى أقول لك حضرتك حاجة، إنه يعني رئيس مجلس الشعب وقتها الدكتور رفعت المحجوب، وهو من كبار يعني القانونيين، هو أستاذ اقتصاد لكن خريج كلية الحقوق، أكتر من مرة يعمل اجتماعات في مجلس الشعب، واروح انا كنت انا اروح مع الدكتور عصمت عبد الدين ونتكلم، ومره طلبني في مكتبه عشان يقول لي لا تحكيم على السياده. قلت له ازاي بس يعني لا تحكيم على الامر، هنروح فين هنحلها ازاي يعني. فمصر كانت مصممه على الالتجاء للتحكيم، حاولنا ان احنا نذهب الى محكمه العدل الدوليه. كان اولا المحكمه مشكله، احنا واجهنا صعوبات كثيره جدا ممكن اقول لك عليها في حكايه تشكيل هيئه التحكيم. المحكمه موجوده ومش هتكلفنا شيء، التحكيم بيكلف. احنا تصورنا ان يمكن يعني اسرائيل يفكروا في الناحيه الماليه شويه، لا بالعكس قالوا لا ما يرضيوش، غلبونا في ان احنا نجد محاكمين. لما تبدا القضيه في التحكيم او في محكمه العدل الدوليه في اي قضيه، دوله بتروح قضيه لازم يكون لها واحد يبقى اسمه وكيل ايجنت بتاع الدوله، اللي هو بيرأس وفد التفاوض، وهو اللي بيتم الكلام معاه، وهو اللي يبدا التحكيم، وهو اللي يتكلم في النهايه والاول والبدايه وكده. أيوة هذا هو بس لقب يعني ده متابع في محكمة العدل الدولية في كل قضية. دكتور نبيل، حضرتك شخص قانوني ودبلوماسي ودقيق جدا في كل حاجة، أرجو هذا، بس أنا الموضوع ده بالذات ما فيهوش دقة، هو كله مشاعر. يعني تقول لي أمين جامعة الدول العربية على عيني وعلى رأسي، تقول لي واحد من أبرز وأفخم وزراء الخارجية المصريين على عيني وعلى رأسي، بس وكيل جمهورية مصر العربية في موضوع طابة ده بالنسبة لي لا، ما أنا بشرحه. هو رئيس هيئة الدفاع، وهو اللي يمثل الحكومة، وهو اللي يتكلم مع المحاكمين، ورئيس المحكمة يتشاور معاه، وده الوكيل بتاع قبل ما أدخل في التفاصيل والمسؤوليات والحاجات اللي لازم كلنا نعرفها، المسألة بدأت بدعوة أو بطلب من وزير الخارجية المصري آنذاك دكتور عصمت عبد المجيد، دعاك للبيت. ده تقصدي لما بدأ التحكيم؟ يعني ما أول مرة بقى تسمع الموضوع ده. هو يعني يمكن أعمل خلفية صغيرة. اتفضل. أنا كنت في الهند، أنا كنت سفير في الهند، ما كانش لي علاقة بالموضوع ده خالص، وقت 81 و82. أنا رجعت سنة 83 إلى مصر في نوفمبر 83، استلمت الملف لأنه في الإدارة القانونية، لكن أعتبر أن أنا كان حظي كويس أن من نوفمبر 83 إلى بداية 85 كنت بقرأ في ملفات وبرجع حاجات أنا وزملائي، يعني لأنه ما كانش في حاجة. كان مفروض الانسحاب يتم 25 إبريل 82، جم أثاروا المشاكل دي 14 نقطة أساسا طابة، كل الباقي يعني زي ما بقول لك، في مع أنهم 7 متر و9 متر يعني موضوعات لا قيمة لها، ورفضوا الانسحاب. حصلت أزمة بين الدولتين، جاء وزير وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، وزير الخارجية المصرية، ووكيل الخارجية الإسرائيلية، واتفقوا على حاجة اسمه اتفاق 25 إبريل أن إسرائيل تنسحب من كل حتة ما عدا المناطق دي، ويتم حلها طبقا للمادة السادسة السابعة اللي أنا ذكرتها الآن بالتفاوض. فبدأ تفاوض شهرين الحقيقة، ثم جت إسرائيل غزت لبنان، فمصر أوقفت التفاوض، سحبت السفير وأوقفت التفاوض 3 سنوات والسفير مسحوب. لما تغيرت الحكومة الإسرائيلية الليكود وجت حكومة من حكومة ائتلافية من الليكود والعمل،
اتصلوا بمصر، واول اتصال كان لما دعاني سنه 85 الدكتور عصمت عبد المجيد في بيته وقال لي ان بكره هيجي السفير الاسرائيلي على احضار لانه هيتكلم. لا احكي لي التفاصيل الجزئيه دي يا دكتور، يعني هو يعني لما طلبك تجي له البيت كنت عارف انت رايح له ليه؟ لا ما كنتش عارف. ما كنتش عارف. ما كنتش عارف. وقال لي بكره، لان عارف الملف في الاداره القانونيه، فقال لي حضر نفسك عشان بكره جاي السفير الاسرائيلي يتكلم في هذا الموضوع. وجم وقالوا احنا الحكومه الائتلافيه يسعدها انها تبدا التفاوض مره اخرى، وبدا التفاوض مره اخرى. هم دعوا الى اجتماع في بير سبع، كان فيه السفير عبد الحليم بدوي وانا اللي كنا بنرأس الوفد، وبعدين عملنا اجتماع تاني في القاهره. وكان الحقيقه الاجتماعات حاجه مضحكه شويه، لان هم بيقولوا تعالوا نروح التوفيق، واحنا نقول تعالى لا هنروح التحكيم. كل واحد يقول ليه عاوز يقول توفيق، وده يقول عاوز تحكيم، ما بنوصلش الى حاجه. وصممنا احنا على موقفنا. ثم بعدها بسنه الحكومه في يناير 86 الحكومه الاسرائيليه قبلت مبدا التحكيم. والتحكيم كمان لازم عشان يروح قضاء الدولي مش مفتوح، يعني الواحد لما يروح محكمه، المحكمه ممكن تظهر في كل شيء، لكن القضاء الدولي لازم يضع امامهم سؤال، ماذا تريد من المحكمه؟ طيب موقف زي كده مدير الإدارة القانونية اللي هو دكتور نبيل العربي في وزارة الخارجية يبتدي منين؟ يعني واحد يعني بنقولك انه في اولا ندرس الواقع التاريخي وتاريخ المنطقة، نشوف خرائط عندنا ايه، نشوف الأسانيد القانونية. المسألة فيها لها تاريخ، لان اسرائيل سبق انها انسحبت، او جت اسرائيل احتلت سيناء في سنة 56 في العدوان الثلاثي لما هاجمت هي وبريطانيا وفرنسا. ثم بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية أكتوبر بداية نوفمبر سنة 56 إسرائيل قيل لها أن تنسحب، وبدأت في الانسحاب. وأتمت الانسحاب في مارس 57، فانسحبت من المنطقة دي قبل كده. وجات قوات الطوارئ، دي كانت من المشاكل عندنا في مصر، إن احنا التجأنا للمساحة العسكرية، للمساحة الفنية، لوزارة الدفاع، كل الوزارات رحنا لها. المنطقة دي من الحدود الدولية غربا بقى في اتجاه مصر 3 كيلو ما كانش قوات المصريه ولا اي واحد مصري بيدخلها من كان قوات دوليه 56. كان في قوات الدوليه بتاعت الامم المتحده اللي كان يطلق عليها قوات الطوارئ الدوليه يونف. فكان بيحصل فيها حاجات احنا ما كناش نعرفها. كل المتصيف يعني في مصر، اول خطوه قررت انك تبتدي بيها هو تاريخ المكان ده كل تاريخياته المرسومه خرائط او المذكوره في كتب وما الى ذلك. طب تشكيل التحكيم، اللجنة دي اللجنة اللي حكمت في قضية طابة لسه شوية قبلها، كان في قبلها حاجة ان احنا وجدنا ان المسألة دي عاوزة جميع أجهزة الدولة تعمل فيها. فطلع قرار وقتها، انا كنت فاكره قرار وزاري، طلع قرار جمهوري قالوا لي بعد كده انه بتشكيل اللجنة القومية لطابة، جاء فيها عدد من كبار القانونيين زي الدكتور وحيد رأفت والدكتور حامد سلطان والدكتور طلعت الغنيمي والدكتور مفيد شهاب يعني كان في عدد من القانونيين فيها، الله يرحمه الدكتور صلاح عامر كذلك. وكان فيها عسكريين، عدد من المختصين على رأسهم رئيس المساحة العسكرية اللي هو فتح محسن ابنه جه استلم لما هو توفى. وكان فيها أساتذة تاريخ زي الدكتور يونان، أساتذة جغرافيا زي الدكتور يوسف أبو الحجاج. وبعدين الحقيقه وجدنا ان احنا لازم نجيب من اجهزه مختلفه، فذهبت انا مع الوزير الدكتور عصمت عبد المجيد الله يرحمه الى وزير العدل وقتها المستشار ممدوح عطيه، وطلبنا 2 من وزاره الخارجيه، من وزاره العدل، فجاب واحد من مجلس الدوله وهو المستشار امين المهدي وزير العدل الانتقالي الان، والمرحوم المستشار الدكتور فتحي نجيب اللي وصل رئيس المحكمه الدستوريه العليا، واستمروا معنا في التحكيم في كل مراحله. أساتذة الجامعات كانوا موجودين، وابتدينا نتكلم في الخطة. كان عندنا هدفين، الهدف الأول أن المحكمة تكشف عن وضع سابق ولا تنشئ وضع جديد. يعني يعني المحكمة ما تقدرش تيجي تقول تخترع مكان، لا احنا بنتكلم على علامات، الحدود كانت يعني معلمة. ما تقولوش المحكمة والنبي رسم لنا المنطقة. لا خالص الحدود كانت بالإنجليزي ديليميتيتد، يعني تحددت وديماركيتد علمت وفي علامات، فالمحكمة عليها تكشف مكان العلامة مش تخترع مكان جديد. ده كان المهم عندنا قوي. والحاجة التانية ان كل واحد لازم يحدد مكانه بالضبط،
فإحنا حددنا مكاننا واستمرنا عليه. إسرائيل طبعا ما عندهاش أي حق في حاجة يعني، فجت اخترعت مكانين جداد. طيب دكتور نبيل، أنا هسأل حضرتك في جزء مش تاريخي، جزء نفسي. لما قبلت المسؤولية واشتغلت في الموضوع ده أو بدأت العمل فيه، ما تقوليش انك كنت مطمئن الى اخر درجه اطلاقا، ما تقوليش انك كنت منفرج الاسارير. شوفي وشي كان عامل ازاي، فين وش دكتور نبيل؟ ليه؟ مش بس لانها مهمه ثقيله اي حد يتهيبها، لا، حضرتك عارف المفاوض الاسرائيلي كويس جدا، حضرتك كان لك خبره مش لطيفه، خبره سيئه في مفاوضات كامب ديفيد الى حد ما، عارف ان انت قدامك طرف مش عارفة بالعربي الفصحى يبقى ايه، بس ملاوع، عارف انه التحكيم الدولي ما هياش محكمة شمال الجيزة، بمعنى انه المحكمين نفسهم خاضعين لعالم مستقطب وقضية عربية اسرائيلية. يعني احنا اصلا مصر خارجة من خبرة سيئة على الاقل في تصور بعض ناس منهم دكتور نبيل العربي في مسألة التفاوض، واحنا نقدر ناخد بايه. ارجوك، انا مش عايزة اسمع تاريخ، انا عايزة اسمع أفكار ذاتية لدكتور نبيل العربي في المسألة دي. حاضر. أولا في نقطة لازم أرجو أني أوضحها، أنه إسرائيل بصفة عامة لا تخضع للقوانين. يعني لما تتكلمي مع إسرائيليين وتقول لهم القانون بيقول كده، أنتوا انسحبتوا من هنا، الوقائع تقول كده، ما بيهمهمش الكلام ده خالص خالص، وبيقولوها بصراحة. يعني هم يعني لو كانوا مشوا طبقا للقوانين الدولية ما كانوش أنشأوا هذه الدولة، بيقولوها بصراحه. يعني حتى انا مره قلت لهم يعني انتم معتبرين نفسكم فوق القانون. ده النمره الاولى. النمره الثانيه، من اهم اهداف اسرائيل الاستراتيجيه هو كسب الوقت. يعني هم ما كانش عندهم مانع ان السؤال اللي خد منا 9 و10 شهور من مفاوضات مستمره عشان كتابه السؤال ياخد 10 سنين. كويس، ما هم قاعدين في الارض وبيعملوا في كل حته، يعني بيبوظوا كل تفاوض بحاجة لا قيمة لها كده في الآخر، بس عشان تقدمهم ياخدوا وقت أكتر. فكنا احنا متنبهين لهذا، وكان التركيز في التفاوض على وضع سؤال محدد. السؤال ده الحقيقة يعني، وأنا هنا لازم أعترف أن أنا يعني لجأت إلى كبار أساتذة القانون والمحامين الدوليين، وكانوا بيرشدونا في حاجات كتير الحقيقة، لأنه ممكن أول واحد يقول أين الموقع الصحيح للعلامة؟ ده مش في صالحنا. ليه؟ لان موقع صحيح في علامه احنا اديت سلطه تقديريه للمحكمه، احنا مش عاوزين ندي سلطه تقديريه للمحكمه، المحكمه كاشفه وليست منشئه. كذلك فيما يتعلق بالمواقع، عندنا موقع استمرنا عليه وهو الموقع الذي تمسكنا به، وهو يعني موقع صحيح ثبت هذا. يعني اسرائيل كانت بتحب تلف وتدور، لكن كما تفضلتي دي مش محكمة شمال القاهرة ولا محكمة جنوب القاهرة، دي محكمة دولية وبتجيبي ناس من دول. الاتفاق كان هيبقى فيه 3 محاكمين دوليين، ومصر هتعين واحد، وعينت الدكتور حامد سلطان وهو عميد أساتذة القانون الدولي في الشرق في العالم العربي، وهم عينوا واحدة اسمها روث لابيدوت، أنا عمري ما كنت سمعت عنها قبل كده. محكمة بتاعتهم اللي هي إسرائيلية. الإسرائيلية. فإحنا قعدنا استعرضنا 44 اسم على مدى 3 أو 4 شهور من محاكمين دوليين، ولم نستطع ان احنا نتفق لحد. احنا كنا بندي اسماء لاساتذه قانون، قضاه سابقين، وزراء سابقين، قانونيين، كلهم هم يدونا اسم هنري كيسجر، اسم جنرال مش عارف ايه، اسم رئيس وزراء. دول كلهم متحيزين لاسرائيل اصلا، يا اما يهود يا اما متحيزين لاسرائيل. وكل ده اترفض الى النهايه. في الاخر خالص لازم هنوقع على المشارطه، وكانت كنا في وزاره الخارجيه في التحرير، وكان لابد نتفق على الاسماء. استطعنا ان نتفق على اسمين، واحد فرنسي رئيس سابق لمحكمه النقض الفرنسيه. احنا كنا عاوزين ناس ايه؟ ناس لهم اسم، ناس يحترموا اسمهم، ناس نتصور انهم مش هيكون تحت ضغوط. فاتفقنا على الراجل ده لانه اسمه كبير قوي في فرنسا، واتفقنا على استاذ القانون الدولي في جامعه زيورخ من عيله شيندلر، يعني ناس اغنياء مش ممكن رشوته. يعني ما انت عارف انه الجانب الاسرائيلي ممكن يعمل كل حاجه في الدنيا، طبعا احنا متوقعين من الترغيب للترهيب للابتزاز للتلاعب، احنا متوقعين كل حاجه كنا يعني في الناحيه دي، وما عرفناش نتفق على رئيس المحكمه، ففكرنا حتى في الفرنسي. المهم عقد اجتماع بعد كده في جنيف، ورحنا في جنيف، والاثنين دول دونا 8 أسماء،
وقالوا الاسم اللي هيطلع مشترك من الطرفين في ورقة مغلقة، لأن لو تبادلنا الأسماء كنا ما بنتفقش، في ورقة مغلقة. فاتفقنا على رئيس المحكمة اللي هو اسمه جونار لاجرغرين، ده كان من كبار قضاة السويد وراجل عيلة زوجته عندها بنك. متأسف احنا كنا بنبص في الحاجات دي يعني. انت كنتوا بتعملوا بقى دراسة لكل اسم مطروح من المحاكمين؟ احنا جبنا مكتب محاماة في باريس وكان بنكلفه انه يجيب لنا الخلفيات بتاع الناس دول، وهو كلف حتى حد مرة في أمستردام وكنا بنبحث عن خلفياتهم كلها. يعني كان عمل دقيق جدا، زي ما كنا بندور على المستندات والحاجات دي كان بنجيبها من أرشيف الأمم المتحدة. كانت وقتها الوزيرة فايزة أبو النجا في بعثة في جنيف، فكلفتها بأنها تجيب من أرشيف عصبة الأمم اللي موجود في جنيف. دكتور فايزة أبو النجا ماليه لعب الدور في الموضوع ده، وأنا بعت اسمها بس اسمها مش موجود في القائمة. أنا بعت أسماء أخرى، ودي نقطة يعني هحب أتكلم فيها الحقيقة. أنا بعت أسماء ناس خدموا، وحتى منهم من وقع معايا على وثيقة الانسحاب، من وقع معايا على وثيقة المشرطة للتحكيم الحالة لهيئة التحكيم، لكن للأسف يعني هم قالوا اللي طلع بيه اسمهم قرارات. وفي الواقع الأمر لازم أقول بصراحة يعني إن مش كل اللي طلع اسمهم في قرارات كانوا بيشتغلوا في كل الحاجات دي، لكن ده اللي حصل يعني. كل واحد ساهم، وكل واحد من ساهم أدى دور، وأدى دور أفاد في النهاية يعني. طب ودكتورة فايزة ما كملتش ليه معاكوا في حضرتش الجلسة؟ لا، هي بس كان مشكلة مطلوب منها إنها وقت الأرشيف عصبة الأمم، هي كانت بتشتغل على أرشيف عصبة الأمم وجابت حاجات مهمة جدا وقتها. طيب ما جاوبنيش على السؤال يا دكتور نبيل. السؤال هو نبيل العربي الدبلوماسي المصري اللي عنده خبرة بيسموها not pleasant، ما هيش خبرة لطيفة أبدا في فكرة التفاوض وإحراز مكاسب كما يرى من إسرائيل، لما اتكلف بالموضوع ده كنت شايف إيه؟ كنت متفائل، متشائم، متهيب؟ شوف أنا أقول لحضرتك بكل صراحة، أنا قعدت فترة طويلة كاتب استقالتي في جيبي. كان على طول لما بروح احضر اي حاجه انا كاتب استقالتي في جيبي. لما كنت ادعى لمقابله رئيس الجمهوريه ورئيس الجمهوريه، الحقيقه يعني الرئيس حسني مبارك كان مهتم جدا بهذا الموضوع، كان قابلته في كل مكان ممكن تتصوريه بما فيها في برج العرب، كان بيطلبني في التليفون يسال على الحاجات، كان مهتم حقيقي في التمرينات بهذا الموضوع. واكس الدوله في مرحله معينه قال لي ما تاخدش تعليماتك من وزير الخارجيه، تاخدها من رئيس الوزراء. كنت بروح على رئيس الوزراء على طول الدكتور عاطف صدقي، وكان مهتم بهذا الموضوع جدا. لا اقدر اقول ان انا كنت بشتغل يعني طبقا لضميري وضمير زملائي، وكنت حاطط استقالتي في جيبي، كل اللي اقدر اقوله يعني. يعني كنت اللي حط استقالته لو اي حاجه اعتبرت حد بيضغط علي اي في حاجه انا كنت همشي على طول. لكن ما حصلش. ما حصلش. لا هسألك في لحظة كدت أن تشهر الاستقالة. شوفي، من ساعة ما وقعنا مشرطة التحكيم وحددنا، أو بمعنى أصح قيدنا سلطة المحكمة إنها ما تختارش على مزاجها يعني، إحنا حسينا إن الوضع تغير. ليه؟ لأنه إسرائيل اختارت مكانين. في اتفاقية بتاعة 1906 موجودة، والحقيقة الاتفاقية لما يكون فيها خريطة بتبقى الخريطة لها قيمة كبيرة جدا، حجية أمام محاكم. والخريطة معانا احنا ان الخط ماشي، ان الخط كلها على الهضبة، إسرائيل داخلة في الوادي، وده مش ممكن يحصل يعني. حتى احنا قرينا كتب، جبنا كتب في تحديد الحدود في العالم كله، ما فيش لازم يقولوا حاجة طبيعية واضحة يعني على جبل على نهر، لكن مش في وادي كده مفتوح يعني. هي حدودهم الحدود كلها ماشيه على الهضبه، انما في حته كده داخله في الوادي، مش منطقيه. لا، النقاط العلامات بتاعتهم اولا الاثنين يا هنا يا هنا يعني. اللي تبين بعد كده بعد شويه، لان بعد ده الحقيقه ان اسرائيل كانت عارفه انها مش هتكسب القضيه، وما كانتش داخله عشان تكسب قضيه، كانت داخله عشان مصر تخسر قضيه. يعني ايه الكلام ده؟ مشرطة التحكيم، ودي نقطة يعني أرجو أن أقدر أوضحها، مشرطة التحكيم واضحة. مشرطة يعني إيه يا دكتور؟ شروط يعني؟ أيوة، شروط بناء عليها إحالة. بالإنجليزي والفرنسية اسمها كومبرومي،
بس مش كومبرومايز يعني كومبرومايز. لا 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 عشان كده مشارطه باللغه العربيه ممكن اوضح اللي هي الشروط التي بناء عليها يحال النزاع الى هيئه تحكيم دوليه. فاسرائيل كانت يعني معتمده على ان النقطه بتاعتنا احنا بنبحث عن نقطه 91، النقطه بتاعتنا ثبت انها 90 مش 91. ليه؟ لان اسرائيل جت نهايه الهضبه اللي هي 91 ازالتها هي في الفتره اللي كانت احنا ما نعرفش حاجه عن المنطقه دي اللي هي كانت تأسينا تحت الاحتلال اللي هي من 67 الى 82 احنا ما نعرفش حاجه عن المنطقه دي خالص، ما حدش من عندنا بيروح هناك، اسرائيل محتله. وقبل كده كان في قوات حدود من 56 ل 67 كان في قصدي قوات دوليه، فما فيش حد من مصر راح خالص، ما كناش نعرف انها ازالت جزء من الهضبه. فلما جت قدام المحكمه والعلامه اللي هي احنا اعتبرناها 90 كان مكتوب دي اخر علامه، واسرائيل وافقت على ان دي اخر علامه، فلا تستطيع ان تدعي ان في علامه بعدها امام المحكمه، هي معترفه ان دي اخر علامه، فهي غلطت هم اللي غلطوا مش احنا اللي غلطنا، لان هم كانوا قايلين للامريكان احنا هنكسب القضيه. الامريكان قالوا لهم ازاي؟ قالوا لهم احنا متاكدين المصريين هيغلطوا they are going to shoot their feet، قالوا كده بالظبط للامريكان، والامريكان قالوا لنا بعد التحكيم هذا الكلام، يعني ما كناش نعرفه وقتها ان هم كانوا بيراهنوا على انه الفريق المصري المحكمه هتعجز عن عن اصدار حكم، مش ممكن هم يكسبوا. لا مش بس كده، هم كانوا بيراهنوا عليكم ان احنا هنخطئ، ان انتوا هتخطئوا في فنيات وما عندناش احنا في الدقه. قالوا يعني كانوا متاكدين انه هيحصل خطا هنا، والمحكمه هتيجي في الاخر تقول والله انا مش عارفه لا العلامه دي مظبوطه ولا العلامه دي مظبوطه ولا العلامه دي مظبوطه، فانا ما اقدرش اصدر حكم. ده يعمل ايه بقى؟ يؤجل الموضوع 10 سنين تاني. يعني لو احنا بنتكلم بمفهوم القضايا الجنائيه ما بين الافراد، هم كانهم عايزين يقولوا انه يعني يعبثوا بالقرار، يبوظوا القضيه، القضيه تبوظ وخلاص، يبوظوا القضيه وياخدوا لهم 10 سنين تفاوض اخرى. ويبقوا سعداء جدا بهذا، او يبقى يعملوا كومبرومايز ويطلبوا حاجه زي مثلا بعد ما حصل الحكم. يعني لو قلت لي يمكن من اصعب الفترات هي تنفيذ الحكم. طيب كلمني عن العلامه 91 اللي هي اخذت منكم ومن مصر ومن اسرائيل مجهود كبير جدا، بعضه مجهود بحثي وبعضه مجهود تحايلي. انتوا كنتوا بتروحوا، حضرتك كنت بتاخد مهندسين مساحه وظباط وتروحوا، اشرح لي ايه العلامه 91 دي وهم عملوا فيها ايه وحاولوا يزوروا فيها ازاي؟ ما هو اولا خط الحدود كان على الهضبه، وجم المجموعه بتوع المساحه العثمانيين والمصريين والانجليز سنه 1906 حطوا 91 علامه من الشمال من عند البحر المتوسط الى عند البحر الاحمر، خليج العقبه، خليج الاحمر. واخر واحده هي كانت 91. هم ازالوا يمكن 4 متر 5 متر انا ما اعرفش بالظبط من الهضبه عشان يعملوا طريق بين ايلات وطابه فكان في علامه قبلها اللي هي 90. يعني هم شايلين علامه حدوديه وعارفين انهم شايلينها. لا طبعا. وبعدين علامه 90 عملوا ايه؟ لان احنا كنا بنروح ما بنعديش في تحت احتلال اسرائيلي، كنا بناخد الام اف او بدون طيارات وبنطلع على الهضبه فوق. بنطلع على الهضبه فوق. فهم كانوا بيجوا عملوا على علامه 90 خلوا 9 ومسحوا الصفر. عشان يدونا يجينا انطباع خاطئ ان دي هي 91. وبعض العلامات الاخرى يعني ضيعوا العلامات اللي كانت موجوده عشان ما نعرفش نعدهم بالظبط وكده. يعني لا. عشان اي محكم يتهياله انه دي 9 وكان في واحد بس بعوامل التعريه راحت ودي واحد. انا خدت هيئه التحكيم. هيئه التحكيم خدناها بالطياره مره معانا وراحوا هناك وكانوا ناس كبار في السن وشافوا بنفسهم، طلعوا وشافوا 90 يعني كانوا متاكدين ان هي ممكن تبقى هي المظبوطه لغايه ما تبين بعد كده ان هم كانوا مطيرين حته من الهضبه. يعني تحايل وغش غير معقول يعني. فكان الاسرائيل متصوره انه اكيد المحكمه مش هتعرف توصل لحل. والحقيقه الفضل واكيد طبعا واكيد المصريين مش هيعرفوا يثبتوا ده. لا ما بعد كده لما جبنا الارشيف والخبراء بتوع المساحه حتى الانجليز يعني تبين ولقينا مستندات توري ان كان في علامه بعد كده اللي هي 91 قبل ما يشيلوها كان موجوده. بس المهم ان يعني علامتنا كانت صح، كانت اخر علامه
وقت ما رحنا التحكيم. دكتور نبيل العربي، لو احنا بنسأل كده للي مش عارف تفاصيل طابة، نقول الموضوع سهل، احنا عندنا خرائط من ايام الاحتلال الانجليزي موجودة وموثقة، والارشيف الانجليزي مفيش اقوى منه ولا اعظم منه، فاحنا يا جماعة المصريين بيقولوا كذا، الاسرائيليين بيقولوا كذا، طيب ترسيم الحدود لانه كانت مصر تحت الاحتلال الانجليزي، هاتوا الخرائط الانجليزي وخلاص وخلصنا. واكتر من كده. طب وليه ما عملتوش كده؟ حاولنا. انجلترا كان اكتر من كده، انجلترا كانت الدولة التي تسيطر على اقليم فلسطين، لان فلسطين كانت تحت الانتداب. وحاولت انا اني اجيب الخرائط وجبتها، خرائط فترة الانتداب رفضوا، خرائط الانجليز رفضوا، لا رفضوا، ما احنا بنحط ايه اللي هنحطه امام المحكمة في المشارطة. فكل فالاخر كل واحد حط خرائطه، رفضوا هم. وكانت ايه حجتهم؟ يعني انا مش فاهمه، يعني خرائط تاريخيه ده حتى المفاوض كان في يعني الامريكان كانوا بيشرفوا على المفاوضات. كان في اثنين، لو جاء ريتشارد ميرفي ومساعد وزير الخارجيه كان بيبقى كل الوفد الامريكي فيري فير، يعني ما نقدرش نقول حاجه. لو جاء المستشار القانوني للخارجيه الامريكيه كان اسمه سوفير، هو اساسا يهودي عراقي، كان بتبقى كارثه. هو رفض كل انواع الخرائط وايد الوفد الاسرائيلي ان لا، ما كل واحد يحط خرائطه وخلوا المحكمه تحكم زي ما هي عاوزه. اتخانقت معاه مره في الفتره دي. انا اتخانقت معاه كتير لدرجه ان انا بعدها يمكن 20 سنه قابلته في جامعه اوكسفورد وراح يشتكي لزوجتي ان انا كنت بتخانق معاه وان انا مره كنت عازم على كان في رمضان وكنت عازم بس انا استغربت شويه لما عرفت حضرتك اتخانقت معاه. حضرتك مره تانية يعني الدبلوماسي اللي تحت كل انواع السيطره، يعني دكتور نبيل العربي بتاريخه كله، انا مش ازاي احتديت ليه على الراجل ده؟ لانه ما قدرش يحتد علي انا، فاحتد على زميلي اللي كان بعدي في ترتيب السفير احمد ابو الخير، وللاسف شديد اسمه ما ردش هنا، وعلى الخرائط، واحتد بالكلام ورفع صوته، وبعدين قلت له الاجتماع انتهى، فقال لي طيب نكمل على العشاء، قلت له لا، صدني لوست ماي ابيتايت، مش هتعشى معاك، سبته ومشيت، ماليش نفس. وسبت وزارة الخارجية، سبنا الوفد المصري مشي كله وسابه هو في وزارة الخارجية. مش مستعدين نتحمل هذا النوع من التصرف في الحقيقة. فهو بعدها ب 20 سنة كان بيشتكي. اشتكي المدام بقى. الخرائط كانت مهمة، بس زي ما بقول تاني، الخرائط قرائن. إذا لم تكن مرفقة بالمعاهدة الأساسية لها حجية أكبر. لكن غير كده قرائن، والمحكمه بتنظر فيها وبتقرر فيها. انا يعني بتكلم على هذا يعني وانا في محكمه العدل الدوليه كان عندنا حاجات كثيره متعلقه بحدود في افريقيا وفي اسيا وخرائط وبتاع، فهي بتعتبر قرائن، وقرائن مهمه جدا، لكن حجيتها تكون اذا كان مرفقه بمعاهده والاطراف موقعين عليها. دي ما كانتش موجوده. دكتور نبيل، انتوا فعلا كنتوا بتجروا وراء اي معلومه او صوره او خريطه؟ انتوا لفيتوا بلاد كتير قوي عشان تكملوا اوراق القضيه دي. ايوه الحقيقه كان يعني بذلنا جزء مجهود كبير جدا في الارشيف التركي العثماني، بعتنا ناس شافوا هناك، والحكومه التركيه وقتها ساعدتنا، طلبنا من انجلترا الفتح لنا، وبعت احد زملائي السفير محمد عز الدين عبد المنعم وجاب لنا خرائط كتيره مهمه. كذلك احنا كنا في نقطه مهمه الحقيقه، وهو ان كنا عاوزين نستغل ونستفيد من وجود الأمم المتحدة فترة طويلة قوات الدولية، فكنا عاوزين نجيب غير الأرشيف والورق والمستندات، عاوزين نجيب شهود. فذهبت إلى الأرشيف الأمم المتحدة ولقينا أن الفترة دي من 56 إلى 67 المنطقة دي كان فيها قوات دولية من دولتين، يوغوسلافيا والدنمارك. اتصلنا بالدنماركيين ما ساعدوناش الحقيقة، اتصلنا باليوغوسلاف قالوا لنا تحت امرك. كنتوا عايزين منهم ايه؟ عايزين منهم خرائط؟ عايزين نجيب ضباط يقولوا احنا كنا في المنطقه دي. ما هي كل القوات الدوليه كانت بتمر تعمل دوريات في الاراضي المصريه. مش في الاراضي الاسرائيليه. فعاوزين يقولوا احنا كنا موجودين هنا. ودي كانت اراضي مصريه. اسمح لي دكتور نبيل، مين اللي فكر في موضوع الشهود ده؟ او مين اللي قال لسته بناس تقول شهادتها امام لجنه التحكيم؟ كل المحاكم الدوليه كده لازم بتجيب شهود. لا، مين اللي فكر في نوعيه الشهود؟
والله احنا كان معروض شهود كتير. احنا كان المتولي استجواب الشهود كان استاذ في كليه حقوق في جامعه كامبريدج رحمه الله، توفى، كان اسمه ديريك باوت. هو متخصص في هذه العمليه، لان اخذته عشان هو متخصص في هذه العمليه، كان في كتير اللي جبناه في هذا، وهو اللي كان متولي موضوعات الشهود ومرافعه في المحكمه كمان. كان يعني من اكثر الناس اللي اترفعوا في المحكمه، كان في ناس اتكلموا، ناس كتير اتكلموا في المحكمه منهم انا وغيره يعني. لكن هو كان ماسك موضوع الشهود ده، وكان حتى بيسال الشهود هيقولوا ايه، يعني كان دايما بيسال الشهود هيقولوا ايه، مش بيغير شهادتهم، بيسالهم انتوا هتقولوا ايه، بيناقشوا الشهود، كان في مناقشه للشهود يعني، الشاهد من دول يطلع يلاقي حد بيناقشه. انا معايا قائمه باسماء الشهود اللي استعنت بيهم في التحكيم. فريق كمال حسن علي رئيس الوزراء الاسبق ده يشهد بايه؟ شهد بانه كان وزير الدفاع وراح في المنطقة مع شارون، وقال له، قال لشارون دي النقطة الصحيحة اللي هي 90 اللي احنا بنقول عليها 90 يعني. وشارون قال له لا دي في الوادي، فشهد بانه قال هذا الكلام. طيب السيد اسماعيل شيرين وزير الحربية الأسبق كان شهادته، شهادته ان هو في الفترة قبل 52 من 49 ل 52 ذهب أكثر من مرة إلى المنطقة دي، ودي كانت منطقة خاضعة للجيش المصري. طيب والحكومة المصرية يعني. اللواء عبد الحميد حمدي وزير الدفاع السابق، مساعد وزير الدفاع، مساعد وزير الدفاع، دي كانت شهادته ظريفة جدا. ايوه، لانه هو كان ملازم سنه مش عارف 49 او 50، وقضى 3 شهور في هذه المنطقه. ولما سالوه ايه اللي تقدر تقوله لنا في المحكمه، كانوا بيسالوه يعني ايه اللي تقدر تقوله لنا، فقال لهم انا بقول لكم انا قضيت 3 شهور في هذه المنطقه، تسالوني ايه؟ ده غلب ونكد ومفيش اكل ومفيش شرب ومفيش حاجه. قال لهم كده بالانجليزي، قال لهم كده بالانجليزي، كنت كل يوم بعاني بقول هعرف اكل ايه واشرب ايه، بس انا كنت قاعد في الحته دي وعارف كل حاجه فيها. حد يقول يا جماعه انت مش رايح تشتكي، هو اشتكى. طيب كان في شاهد كمان اللواء عبد الفتاح محسن مدير المساحه العسكريه. ده من اكتر الناس اللي عرفوا سينا، يعني كان بيقول لنا عن حق رحمه الله، يعني انا اعرف سينا زي ما اعرفها في ايدي والله. كان عارف كل حاجه فيها. فكانوا بيسألوا أسئلة كتيرة وبيقول لهم بالظبط إيه كل حاجة كانت إزاي. إيه طب كانت شهادته قوية قوي يا دكتور. جدا. أنت جبت الورقة دي منين؟ ده أنا مش عندي والله. في الملفات طبعا، لكن ما أعرفش أنت جبتيها إزاي. لا بس ليه حسيت بامتنان أكتر لمدير المساحة العسكرية الأسبق؟ كان شخص عظيم وعارف كل حاجة. حقيقي. الله يرحمه. وساعدنا جدا يعني. الله يرحمه وكل ويرحم اللي عايشين واللي انتقلوا الى رحمه الله من كل الناس دي. طيب الدكتور يوسف ابو حجاج مسؤول الجوانب الجغرافيه، ده شهادته ايه؟ عن المنطقه وعن وضع الجبل والهضب وطريقه تحديد الحدود ازاي، كان شهاده مهمه قوي. والعقيد اليوغوسلافي؟ ما هو العقيد اليوغوسلافي هو كان 2 عقيد يوغوسلافي، واحد جنرال الحقيقه. العقيدين دول كانوا ملازمين وشاهدوا ان هم كانوا بيعملوا دورياتهم في هذه المنطقه وهي الاراضي المصريه. احنا هناخد فصل ونرجع تاني. كان اسرائيل يهمها الا تنسحب الى الحدود الدوليه. كان هنا في علامه واسرائيل هم اللي شالوها. الرئيس مبارك تجاهلنا في طابه، حتى كان بيقول لي انا حدي النشان ده، هو امبارح بيقول لي حدي لابننا الكبير مروان. احنا شعب نقدر نفهم قوي الانجاز لان احنا شفنا قوي طعم الاخفاق. بيأسفني بس ان عدد منهم بذلوا مجهود كبير قوي توفوا.